السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على قناة مطبخ أم ياسمين. جبت لكم اليوم وصفة القريوش، واللي راح يكون قريوش مورق بدون آلة توريق. وجبت لكم اليوم شكل السنبولة، نتمنى تعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد إن شاء الله. نبدأ بالمقادير. على بركة الله نحتاج 3 عبارات فارينة اللي كنت مغرب لها، وزوج بيضات، وزوج خميرة كيميائية، ولافاني، وقرصة ملح، وعبار زبدة مذابة، زوج مغارف خل، ونلمو بالماء الزهر. طبعا هنا ما كاتش الصورة واضحة، هذه لافاني وقرصة ملح. وفي إناء نبدو بالتحضير إن شاء الله. في إناء نوضعوا الفارينة اللي كانت مغربلة من قبل، 3 عبارات فارينة وقرصة ملح، ونضيفوا الزبدة المذابة، لكن تكون باردة ما تكونش سخونة، ونبسوا المكونات مع بعض جيدا باش تدخل الزبدة في الفارينة. وهذه أهم مرحلة للقريوش باش ينجح معاك، لازم تبسيه مليح باش ما تجيكش هذيك الحبيبات. والآن هذا هو بعد ما بسسته، واللي خاف تجيها الحبيبات تستعمل هذا الغربال. أنا هنا غربلته باش يجيني مضمون 100%. وضفت لافاني، وضفت 2 أكياس خميرة كيميائية، كل كيس يوزن 10 غرام، ونخلط مليح هاد المكونات الجافة مع بعض. الآن نضيف 2 بيضات يكونوا على درجة حرارة المطبخ، وزوج ملاعق خل، من الأحسن يكون خل أبيض. ونخلط كما راكم تلاحظوا، والآن نبدأ نضيف ماء زهر تدريجيا حتى نلمو العجينة مليح. لمو العجينة مليح، الآن نحط العجينة فوق طاولة العمل وندلكوها شوية باش تتجانس المكونات مليح مع بعض. ندلكها مدة 10 دقائق تقريبا، نخلوها ترتاح. نديروها هنا، قطعتها إلى قطع، نديروها نردوها في الإناء نتاعها، نغطوها ببلاستيك، نخلوها ترتاح قليلا ربع ساعة. والآن بعد ما ارتاحت أنا رشيت مايزينا أو النشاء على طاولة العمل، ونبدأ نحل في العجينة
لهجينة قطعيها إلى قطع أولا، وبعد حلي بالقطعة دائما باش تسهلي على روحك العمل. داك تشوف رشيت في الوسط بعد ما حليت القطعة تاع العجين، وزدت طويتها زوج مرات، وهنا نزيد الثالثة. ودائما بين الطية والطية نرشوا المايزينا أو النشاء، ونحطوها في سنيوة ترتاح. ونفس العملية لجميع القطع تاع العجينة حتى نكملوها. نرشوا بالمايزينا ونحلو ونزيدوا نرشوا ونطووها كما راكم تلاحظوا. نزيد نطويها طية الأخيرة ونخليها ترتاح. نبقى على هذه الطريقة حتى نكمل جميع العجين. هنا هذه القطعة اللي كنت حليتها وطويتها نقسمها على اثنان، ونبدأ نشكل القريوش تاعي. دائما نستعين بالمايزينا، نرشوها ونحلو العجين باش تسهل عليك العملية. ولازم يكون السمك رقيق نتاع عجينة القريوش. نبدأ نشكل القريوش تاع السنبولة، نحيل الأطراف، وهذه القطعة نقسمها على ثلاثة، ونبدأ نشكل أشرطة في الوسط، 10 أو 9 أو 8، المهم تكون أشرطة متساوية. نحاولوا ما نقطعوش الاطراف. والان نطويها مره، نزيدها الثانيه، ونقلب في الوسط. الان نحي الاطراف الزائده. ان شاء الله الصوره تكون واضحه. علاه راني انا نفض هكذاك باش ما يلتصقوش الاشرطه مع بعض. دائما نحي الاطراف باش ما يجيناش عجين، ونكملوا على هذه الطريقه حتى نكملوا العجينه كامله. ندخلوا الجنب في الوسط ونقلبوا، ونحي الأطراف، نسقمها مليح. وحتى نكمل الحبات كاملين تشكيل نتاعهم، ونبدأ نقلي. والآن بعد ما سخن الزيت مليح نبدأ نرمي بالحبة. ونقلب. لازم نعطوه لون ذهبي. وهنايا كنت محضرة العسل من قبل، ولازم يكون العسل بارد والقريوش حامي، أو العكس يكون القريوش بارد والعسل حامي.
ونبدو نغطسوا حبات الكريوش باش يتعسلوا مليح، نخلوهم يتشربوا مليح العسل ونبدو نقلبوا. شوفوا كيف خرج الشكل تاعه، رائع وخرج مورق والبنة هايلة لأنه تلم بالمازهر. أنا بعد ما تعسلي الحبات نديرهم يقطروا، والقريوش احنا نحضره في المناسبات وفي العيد طبعا، عيد الفطر. هنا خلاص بعد ما عسلته نرش عليه قليل من الجلجلان او السمسم بعد ما قليته شوية، وشوفوا الشكل تاعه كي خرج رائع. وهنا تنكمل الكمية كاملة. دوك نشوفو القريوش في طبق التقديم. هذا هو القريوش، قريوش سنبلة، خرج مورق والبنة رائعة وبدون آلة توريق طبعا. الشكل تاعه واضح. نقسم معاكم حبة وخارج خفيف. شوفوا كي خارج خفيف ومقرمش ومورق. شوفوا كي راه مورق. ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، إلى الملتقى إن شاء الله.